لدينا هنا كرة من ركلة حرة مباشرة من هذه المسافة، التصويبة تأتي ولكن نواف العقيدي يتصدى لأول تهديد، العقيدي يبعد أولى الكرات الباريسية. وصول بتمريرة بينية ممتازة، فرصة الهدف الأول، ضاعت الكرة من نوى لمينة في اللقطة الماضية، ضاعت الكرة في تشكيلة نادي النصر، بينما كرة من منقولة باتجاه رونالدو على السلام والتحضير من الدون، وصلت هذه الكرة سليم، عند كرة عبد الرحمن غريب والعرضية رونالدو، كاد أن يفعلها الأسطورة كريستيانو رونالدو، وكاد أن يسجل الهدف الأول، لكن دوناروما التصدي كان رائعا من الحارس الإيطالي. ستلعب هذه الكرة منقولة ساقطة ممتازة، خطيرة، فيراتي عنده كرة، فيراتي ممتازة جميلة، ضرب الخط والتصويبة تأتي، ولكن هناك نواف العقيدي في كرة لكن طالت على الكرة الماضية لكنها قطعت، عادت من كورزاوا عرضية، حارس المرمى نواف يتألق، نقلة نصراوية، الكرة من آدم، عنده كرة في آخر الكرات لكن ياماموتو أطلق صفيرة نهاية ليعلن نهاية هذا اللقاء. يا أحبة الكرام مشاهدينا متابعينا في كل مكان، غابت الأهداف هنا في ملعب يانمار ستاديوم في ناغاي في أوساكا ما بين النصر وفريق باريس سان جيرمان، تعادل من دون أهداف تنتهي عليه المباراة التي أرجو أنكم استمتعتم من خلالها، على أمل أن ألتقي وإياكم في لقاءات قادمة، تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.